دون أن نشوف. جونوانتي حبيبتي، إمارتي حبيبتي، قولي لشوف لون الكاري طالع حلو مو هيك؟ شامين؟ معطية بالريحة. هي؟ وكيف قدرتي تشغليهم؟ يا حبيبتي في جواتي نار بتكفي لتشغلهم، لهيك متعودة شعل الحطب، وهيك أنا عملت، شعلت الفرن وطبخت هدول الأكلات بالنار. هالصوت جاية من غرفتي، رايحة لأشوف. بس شوفي، شامة الريحة؟ أبداً. أخذت رجلين تختي وعملتهم حطب. طيب أنا رح ورجيكي. هاي أول مرة بكل حياتي بعمل أكل بهالطريقة القديمة، بتمنى عائلتي يكونوا مبسوطين من شغلي. طبختي كل هدول؟ ايه طبعا طبختهم كلهم، شكلهم طيب صح؟ كيف لحقتيهم؟ يعني انت كيف قدرتي تطبخي كل هدول الاكلات لحالك؟ انت كثير محتاله، متاكده انك عملتي شي حيله لقدرتي تخلصيهم بهالسرعه. امي جاسوده، انا ما اختصرت شي من الشغل صدقيني، وإذا كنت عم كذب اعملي يلي بدك اياه. سكتي! لا بقى تضحك علي بهالاسلوب السخيف، مفكرة بتكسبي الكل إذا طبختي كل هالطبخ؟ لو كانت القصة هيك لكانوا الناس اللي بيشتغلوا بالمطبخ أولى منك بهيك شغل. فكري منيح، قولي لي شو بتفرقي عن اللي بيشتغلوا عنا؟ بتفرق، يعني حتى لو كان طبخ يلي بتشتغل عندكم طيب، بس أكيد ما رح يكون طيب مثل طبخ العيلة، لأنه العيلة دائماً بتطبخ بكل محبة، يعني كل طبخهم رح يكون من قلبهم. وقت تطبخي رز بلبن لأبي بيكون طيب كتير، لأنه حبك رح يكون المكون المميز لهي الأكلة، وبتكوني طابختيها بحب، وهيك بتطلع طعمتهم أطيب. صح، معك حق، أنا بعمل رز باللبن لساركار كل سنة لأنه بحب هالأكلة كتير. يعني عائلتك أساسها زوجك، وجود المرأة وهويتها وشخصيتها متعلقة بزوجها، بدون وجود زوجها معها المرأة بتكون ولا شيء، وبيكون ما لها وجود، وبيكون ما لها أي قيمة، بتكون بلا فايدة يعني. ومو مشكلة، خليكي لكن عم تحاولي تكسبي زوجك لصفك، بس ما حدا فينا رح يشفق عليكي أبداً. مفكرة الطريق لقلب ابني هي معدته؟ إذا هيك مفكرة بتكوني كتير غلطانة يا بنت، هالشي مو صح أبداً، كان يكرهك ولساته بيكرهك ورح يضل يكرهك كل عمره، عم تفهمي؟ كيف بتسترجي؟ لا أنا بورجيكي، كيف بتسترجي قليلي؟ كسرتي رجلين تختي لحتى تشغلي الفرن؟ أنا بورجيكي. إيه اضطريت إكسترا وما كان عندي حال تاني، الواحد بده خشب ناشف كرمال يشعل الفرن، بس الحطب كان مبلل، ما بعرف مين إجا على المطبخ وكب مي على الخشب لحتى يأخرني. استنوا، كأنها بتشبهك شوي، هي أنتي يمكن. أمي أمي أمي، هذا الأكل ماله طبيعي اليوم، بحياتي ما دقت أطيب من هيك أكل، مو طبيعي، كل شي طيب عن جد ماله طبيعي أبداً. تعالوا كلياتكم، بصراحة قلت لحالي بدي أكل مع العيلة اليوم، بس كانت ريحة الطبخ معبية كل البيت وما قدرت أمسك حالي، لهيك ما استنيت حدا، لهيك بلشت أكل قبل ما تجوا لهون كلياتكم. عن جد طيبين أمي، كل شي طيب، الكاري طيب، حتى العدس طيب، هذا الكاري من غير عالم عن جد.
على فكرة حتى الحمص طيب كمان، والخبز كتير طري، مو معقول قديش طيب يا أمي. يسلموا. أمي ليكي حاطة سمنة هون، طعمة السمنة رائعة، كل الطبخ معمول بهي السمنة، مو هيك يا أمي؟ لهيك ريحته أطيب بكتير من طعمته. عن جد مبسوط بكل هي السمنة والحلويات كمان. إيه أختي دوقيهم قديشهم طيبين. يلا كلي. آه طيب. بتعرف ساركار؟ أنت بنظري أحسن حدا بهالعالم. لساتني لهلأ بتذكر منيح أول مرة بيجي فيها على هالبيت، وقتها أنت استقبلتني بكل حب واحترام وصرت ترحب فيني كمان. حسيته كأنه تحققت كل أمنياتي، ومن هداك الوقت بكل عيد وبكل مناسبة بتمرق علينا مع بعض بتجيب لي هدية، وهي السنة بدك تجيب لي هدية، بس بدل الهدية بدي وعد منك نكون سوا بكل عيد. بدي أحتفل بالعيد وأنا معك. مرتك راحت وعطت هدول الوراق لميت هودا، وكمان في عليهم توقيع مانيت. شو عم بيصير ساركار؟ أنا غلطت معك بأي شيء؟ إيه لا، شو صاير؟ لسه النهار من أوله، يعني ما بلشت الحفلة. اليوم في عنا مناسبة مهمة، وانت بدك تجي على بيتي كرمال تصور الحفلة، لهيك لازم تحاول انك تاخد صور لمرتي ومقاطع فيديو كمان. انا عم احكي عن ميت هودا، خليك وراها كل الوقت والكاميرا ما تفارق ايدك، بدي تكون مثل ظلة، عم تفهم؟ ما بدي تفوت لها صورة واحدة بالحفلة، بدي اياك تاخد لها صور بكل مكان، لانه اذا فوتت لها صورة واحدة رح خليك تبطل تصور. واضح كلامي مو هيك؟